السلام عليكم ورحمة الله. أحال المجلس الأعلى للدولة مشروع قانون الاستفتاء على الدستور إلى مجلس النواب المنحل لمناقشة اعتماده. مدير مكتب النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الله قدربو أكد السبت أن المجلس الأعلى للدولة أحال إلى مجلس النواب مشروع قانون الاستفتاء الذي صوت عليه في جلسته 24 والمنعقدة في 26 من فبراير الماضي. قال عضو الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور إبراهيم البابا إن الليبيين هم الفيصل في قبول مسودة مشروع الدستور من عدمها عبر الاستفتاء. البابا في تصريح صحفي للأحد كشف أن قلة في مجلس النواب المنحل يتعذرون بحجج لا أساس لها لعرقلة المسار الدستوري بتأخير إقرار قانون الاستفتاء، مشيرا إلى أن كثيرا من أعضاء مجلس النواب يؤيدون إقرار قانون الاستفتاء على المشروع وفق قوله. أعلن قطاع التعليم في مدينة سبها الأحد تأجيل استئناف الدراسة لمدة أسبوع إلى حين تحسن الوضع الأمني في المدينة، حسب ما أفاد به الناطق باسم حكماء سبها حسن الرقيق. هذا وشهدت المدينة ليلة الأحد اشتباكات متقطعة في محيطي مقر اللواء السادس مشاة وكتيبة شهداء سبها، وتشهد سبها منذ أسابيع اشتباكات متقطعة في محيط المدينة سقط فيها عدد من القتلى والجرحى وسط أوضاع إنسانية صعبة جراء هذه الاشتباكات. أنقذ خفر السواحل الليبي السبت 335 مهاجرا غير نظامي في 3 عمليات إنقاذ منفصلة نفذت إحداها قبلة سواحل منطقة الجرابولي شرق العاصمة طرابلس، في حين نفذت الثانية والثالثة بالقرب من سواحل الزاوية وزوارة على التوالي. وقال الناطق الرسمي باسم البحرية الليبية العميد أيوب قاسم للتناصح إن من بين المهاجرين الذين تم إنقاذهم 52 امرأة و7 أطفال وبنغاليين 2، في حين ينتمي بقية المهاجرين الآخرين إلى الجنسيات الإفريقية وعربية من مصر والمغرب والجزائر. وأضاف قاسم أن جميع هؤلاء المهاجرين سلموا إلى مراكز الإيواء بطريق السكة وتاجورة بعد أن قدمت لهم المساعدات الإنسانية والطبية. السلام عليكم ورحمة الله.